السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته مولانا الشيخ. تفضل بعد إذنك مولانا الشيخ، أنا عندي سؤال. اسأل. أنا دلوقتي كنت شغال هنا في القاهرة، لي حوالي 3 سنين مثلا. في القاهرة؟ في القاهرة. فدلوقتي كنت مقيم هنا مع أصحابي وشلة كده عشان الشغل زي كده، والدنيا هناك تمام. فدلوقتي أنا سبت الشغل بسبب الخوف. سبت شغله ايه؟ عفوا، سبت شغله ايه؟ بقول لك سبت الشغل، يعني سبت الشغل بسبب ظروف مريض جزء كده، مخلص كده في القاهرة قريب، يعني بنت اخويا صغير. أنا مش فاهم الكلام، أنت تقول إنك شغال في القاهرة منذ 30 سنة. لا، 3 سنين. 3 سنين. 3 سنين، وبعد ذلك؟ وبعد ذلك يعني أنا المشكلة، يعني المشكلة في الصلاة، يعني أنا في الأول صلى هنا ودلوقتي ما حد محجوز، فأنا بروح وأروح جاي، مع مش مقيم طبعا. الأول كنت مقيم وأروح على شغلي وأجي، إذا كده الصلوات كانت عادية معايا. والله لم أفهم. السلام عليكم.